بالنسبة لموضوع الحليب معناها احنا هذا معناها اشكال كبير، والاشكال هذا معناها هو خلينا نشوفوا شنو الاصل متاعه والمصدر متاعه، هو معناها الغلاء اللي قاعد صاير على مستوى الاعلاف اللي معناها ارتفعت بشكل كبير نتيجة اولا انهيار الدينار، وبالتالي المواد الاولية للاعلاف كما الصوجة والمايس اللي هي موردة، وبالتالي ارتفاعها باعتبار انهيار الدينار تطلع هي اثنين معناها سنوات الجفاف، وبالتالي كل ما هو زراعات علفية اللي هي نقصت، وبالتالي يقع روح الفلاح معناها أمام تكلفة كبيرة ياسر معناها في الإنتاج الحليب. هنا معناها زاد أيضا نحكيه على أسعار السعر المرجعي معناها اللي قاعد يتباع به الحليب واللي محددت الدولة اللي هو ما تراجعش معناها تقريبا عنده 3 سنوات ما تراجعش. قدام هالوضعية هذه معناها اللي مفروض أنه الآن سعر التكلفة على الحليب تتراوح معناها تقريبا دينار، احنا نقول روحنا نبيعوا فيه 766 معناها تقريبا بخسارة بتاع 250 مليون، وهذا اللي قلنا احنا معناها لابد أن نراجع في جزء ما هالأسعار دي في أن نزيده معناها تقريبا تعديل السعر هذا، ولكن للأسف أنه موقعش معناها الإجابة، وهذا مش يؤدي وهو ديجا احنا الان فيها معناها عنا الفلاح قاعد يفرط في القطيع متاعه، واللي وصلت نسبة التفريط معناها ان القطيع نقص تقريبا 30%. يعني اذا كان مش نقعد نواصل على هالوتيرة هذه محتمل اللي كنا عنا فائض انتاج، وكنا معناها مشكلتنا نعالج في فائض معناها بتاع انتاج، يعني مش نصبح نورد، ومش بعيد ياسر في اوت سبتمبر اذا كان وصلنا بهالوتيرة هذه ممكن نورد الحليب. الخيار مش انه احنا مش نزيدوا 200 فرنك ولا لا ولا ما نزيدوش، الخيار اذا كان احنا قلنا مش نزيدوا 200 فرنك معناها هذه راهي لمعالجة معناها قطاع كامل، وقت نقول معالجة معناها انك انتاج معناها كاليتي معناها تراسابيليتي لأنك انت تنشها عارف، وبالتالي هنا هذا خيار. الخيار الثاني انه اذا لكان ما زدناش هالمئتين فرنك ونحكيه على مقدرة شرائية سسرى انكور بير معناها اكثر سوء، لانه تحكي عن المقدرة الشرائية اذا كان ما عادش عندنا حليب باش نورده مع انهيار الدينار معناها ما عادش تحكي عن 13 ولا 14 دينار، احكي على 18 والدينارين لترا، وبالتالي هنا الخيار فين؟ إما أنك باش تختار تقول أنا نختار بين 13% ولا 14% معناها لتر الحليب، وإلا رانا مش نوصلوا الوضعية ومجبرين ومكرهين على 18% وعلى 2000 فرنك. التهريب نتيجة ما هوش معنى اختيار، لأنه إذا كان الفلاح خاسر الفلاح ماهوش قادر أنه يعني معناها يعلف القطيع متاعه، ما هوش قادر يصرف عليه، هو قاعد يخدم بالخسارة، إيه ليش يخلي فيه بالنسبة لي، وخاصة أنه إحنا عنا 85% من المربين هم صغار المربين معناها 3 أو 4 بقرات معناها ما يقلقوش التفريط فيهم، وبالتالي أنه نقوله إحنا التهريب هو هذا نتيجة مش هو سبب، هو نتيجة لأنه يبيع بالخسارة ونتيجة لأنه معناها الأعلاف غالية، وبالتالي معناها إذا كان الأعلاف غالي واللي يبيع بالخسارة ليش مخلي القطيع؟ هو مش حابه يلعب دور صندوق التعويض؟ هو صندوق التعويض بالطبيعة هو السناتور إيكونوميك، هو فاعل اقتصادي معناها إما رابح ولا معناها خاسر، خاسر يخش، وهذا اللي قاعد يصير. وبعد وقت اللي تحكيه نحكيه احنا قاعدين ننظروا من زاوية على انه راه مش يزيد 200 فرنك، ولكن معناها اذا كان هو خرج معناها الفلاح هذوما خرجوا من دائرة الانتاج وفرطوا في القطيع متاعهم مش تولي إيتر تحليب ب 18%، وهنا معناها التقديرات نختار وانه لا اسلم للمقدرة الشرائية 13% ولا 14 والا تحكي على 18% و2000. تو بدينا معنا داخلين في قد قدموا مش نمشيو نحو الانحدار، ماشيين الى انه معناها ما تحليب متواجده في السوق ولا معناها تو بنمشيو قد معناها حسب استهلاكنا
ولكن منا وغادي اذا كان تواصل معنا تهريب القطيع وتواصل التفريط فيه مش نمشيون نحو التوريد.